احتضنت دار الأسد للثقافة والفنون في حما احتفالية فنية برعاية وزارة الثقافة، حيث قدمت فرقة تجمع الفنانين حفلاً طربياً أحيته المطربة زهراء قصاب، وذلك في ختام مبادرة حدائق الفن. ممسية للفنانة زهراء قصاب ضمن مبادرة حدائق الفن. الفنانة زهراء قصاب من الأصوات المعروفة على مستوى محافظة حماة، ونأمل أن يكون لها حضور على مستوى القطر العربي السوري لأنها صوت يستحق هذا الحضور. هي إن شاء الله نستطيع ونحاول دائما أن نكون بمستوى رقي هذا الجمهور الذي يأتي إلينا وهو يطمح بأن يلقى ما يريد من طبعا النوعية والفكر والثقافة والفن. نحن نعيش الجمال، نعيش الانتصار، نعيش الفرح، نعيش الأمل الذي سيتحقق قريبا بالكلمة الجميلة، بالفرح، بالجمال. وسوف نستمع اليوم إلى صوت جميل، إلى إطلالة كبيرة، زهراء قصاب التي تمتعنا دائما بصوت شجي، بصوت يدل على القيمة الموجودة في حماة. الفنان دائما عنده تفاؤل ودائما بيحب يعطي ويقدم، ودائما عنده إذا غنى موال صغير حتى لو بالبيت لحاله بصير عنده طاقة إيجابية فظيعة. فأنا بالنسبة لهيك فعاليات دائما بشجع هذا الموضوع، حتى وجود الناس إن كان بالحفلة قبل هي ولا هلأ، وجودهم حوالينا هون وعم يسمعوا حابين بس يتنفسوا، يعني يتنفسوا، فأنت بتلاقي إنه في أمل موجود، وهذا الشيء أكيد هيك رح يخلي الناس تنبسط وإن شاء الله نقدم شيء حلو. نحن كل الشغل هلق اللي عم نشتغله هي إحياء التراث وإعادة الذوق الفني للمستمع، وهذا الشيء اللي لازم تشتغل عليه كل الفرق بصراحة بسوريا هون. احتفالية طربية تألق فيها النغم الأصيل وتنوعت مدارس الطرب وسط أعجاب الجمهور.